ليش كرة القدم عمرها صغير؟ هذه ما محظوظ. إيش وقت نشوف علي متزوج؟ أنا ألعب منتخب وأنا قاعد أجاوب. بسبب شغلك اللي هو بالكويت لما تتصلك مشاكل من قريب ومن بعيد. علني عيني عينك يحاربوني. من أثوته؟ ليش هذا التعلق الروحي؟ كل شيء تأخرت بيه بس وقتهم كله. أنت مريت بوعكة صحية وصلت أنت بيها للموت. أي شيء أريده هيك طلعان الروحي الله يجي. قست على نفسك هواية صح؟ لو سمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا ما كتبها الله لك.